طبعا ده بسهوله. وكمان برضو يا رشا عشان نكون منصفين، عايزه اقول انه اي حاجه بتستخدم في غير محلها بيكون ليها تاثير سلبي وعواقب كتيره جدا. وفعلا الملاحظ انه مواقع التواصل الاجتماعي في الفتره الاخيره بقى تاثيرها سلبي قوي، زي ما بنشوف الشائعات والاكاذيب اللي بيروج لها البعض وبيسعوا كمان من خلالها ان هم يعملوا اثر سلبي على الدوله. وللاسف للاسف في ناس كتيره بيصدقوها، لازم نتصدى ليهم. وهو ده الدوله بتعمله من خلال حرصها على تفنيد الشائعات والاكاذيب والرد على كل حاجه موثقه. بصي هرجع تاني واقول لك ان الغريب والعجيب يا فرح ان الاستخدام السيء ان تحديدا بقى بتكلم، يعني احنا شفنا الشائعات عن الدوله والاكاذيب اللي بتتقال بقالنا شويه شايفينها، والناس ابتدت تقدر انها زي ما انت قلتي تفندها مين الحقيقي ومين لا. لكن هذا التاثير السيء لمواقع التواصل الاجتماعي انه ينتقل للعلاقات الاجتماعيه والاسريه، يعني لدرجة انه وصل يا جماعة لمرحلة بقى في خراب بيوت، بقى في أسر بيتم تدميرها بالكامل. هتستغربوا من كلامي ده، صدقوني في دي حقيقة، لأن في جروبات كتيرة هدفها الوحيد هدم الحياة الأسرية وتدميرها. أنا ممكن أقول لكم أسامي الجروبات دي لكن أنا مش عايزة أقولها، لأن هي لو أنا قلتها أنا بروج لها، بعمل لها انتشار أكتر. والحقيقة كمان والحقيقة المؤلمة إن هم كتير. المواقع دي أو الجروبات دي عشان نبقى واضحين، المظهر العام بيقول إيه؟ بيقول إن هدفهم الحفاظ على الأسرة، حل المشاكل اللي بتؤثر على الحياة الاجتماعية. لما تيجي بقى تبص بجد الحقيقة هم ما بيعملوش كده، هم بيدمروا الحياة دي. طبعا للأسف. وعايزة بس أقول نصيحة للكل، يا ريت يا جماعة ما نديش أي حاجة أكبر من حجمها، وفعلا نستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة مناسبة نقدر نوصل من خلالها المعلومة مفيدة تقدر تفيد الناس، أو نصيحة أو نقول خبر صحيح. لكن يا ريت ما يكونش هدفنا إنه إحنا ننشر الشائعات وندمر العلاقات الاجتماعية والأسرية اللي إحنا في أشد الاحتياج ليها عشان نقدر نطلع نشأ سليم بعيد عن المشاكل والأزمات. قد إيه حاجة مهمة جدا وممكن طبعا تبقى مفيدة بس في نفس الوقت ممكن تبقى خطرة جدا.